ومن مساحتنا الاجتماعية حنروح لمساحة إبداعية. كنا عم نحكي عن الحالة النفسية للطفل. اليوم هذا الطفل إذا كانت نفسيته حلوة والمعاملة الأبوية صح بالبيت حينتج عنه طفل مبدع. دي بنشوف عنا أطفال مبدعين ومواهب كتير حلوة وأعمار كتير صغيرة. رشا نحن نتفاجأ أنه عن جد في هيك أطفال موجودين قادرين يمكن يرسموا البسمة على وجوهنا، قادرين نقول الحمد لله أنه نحن عنا طفل بهي الموهبة، نحن لازم نمسكه بإيده لحتى يطورها. أكيد حنروح فورا لضيوفنا لليوم وهنن طفلتين كتير حلوين، بيان ومريانا أبو الهوى، وهنن عندهم موهبة بالتمثيل وأعمال أخرى. صباح الخير. صباح النور. كيفك يا بيان؟ الحمد لله. مريانا مرحبا. مرحبا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. أنت بتمثلي؟ شو شاركتي؟ احكي لي. شو مثلتي؟ مريانا خجلانة. طيب بيان؟ هلا تعلمت منك أكيد. أكيد. صح؟ صح. بيان احكي لنا قد إيه عمرك وشو شاركتي يمكن بالتمثيل، لأنه كمان عندك موهبة قالوا لنا كثير حلوة، احكي لنا عنها. هلا أنا عمري 10 سنين. هلا أنا بشارك بمسرحيات، هلا مسلسلات لسه ما دخلت. شاركت بمسرحية، مسرحية قطار كانت كتير حلوة. هي قطار استراحة، يعني بياخذوا القطار استراحة وبصير أحداث، كل واحد له حدث. طيب بهذا العمل كان إليك دور، شو كان دورك؟ وقومي وقفي هيك وساوي لنا الدور، شو رأيك؟ كان دوري الخياطة. الخياطة، فرجينا يا خياطة. عم قل لك خيط أسود ما في وسحابات سود ما في، من وين انا بدي اجيب لك؟ شو انا سوبر ماركت؟ حسبي الله. شايفيني كل العالم سوبر ماركت، بس هلا استرحنا. حلوه الاستراحه. ما انت خياطه لازم يكون عندك كل شيء اليوم. بس قد ما بيجوا العالم لعندي نفقوني. ليه ما نزلتي على السوق؟ ما نحن بالقطار. ما نزلت، ما تسوقتي قبل ما تطلعي. غلبتنا. يعني بيانا هي الشخصية الحلوة القوية، مين وقف جنبك لحتى نشوفك اليوم بهي الشخصية وانك انت قادرة تفوتي للتمثيل اللي هو اكيد رشا بده يمكن شخصية كثير متميزة وفريدة لحتى يكون هذا الشيء؟ هلا اول شيء استاذي مهند والكوتش لميس، هدول كثير ساعدوني، طبعا ماما وبابا. طيب بيان شو علمتيها لمريانا اليوم؟ كيف تعلمت منك هاي القصة؟ اليوم حاضرين شيء انت وياها؟ ايه. بس بدنا نسمع صوتها اول شيء. مريانا خجلانة؟ ما لازم تخجلي اليوم. عم تقول لك لا هي مانا خجلانة. سمعيني صوتك قولي لا انا ماني خجلانة. لا مالي انا خجلانة. يلا. شو بدك تورجينا اليوم مريانا؟ قولي لي شو محضرة انت وبيان؟ ورجينا. هلا البابا والماما عم يشوفوكي ورفقاتك. شو بدنا نفرجيهم شيء حلو صح؟ يلا بيان بلشي انت مشان تتشجع شوي مريانا. ما خلاص شبهني انا صغيره. معلش معلش ما بيأثر. تعي لعندي؟ لا لا هات تعي لعندي ظبط لك يا انا. شفتي ليك هذا اسمه مايك صوت، ما بيركبوا لك اياه وقت انت بكره بس تمثلي مثل بيان حيحطوا لك اياه، عرفتي؟ خلونا نسمع صوتها. قولي لنا صباح الخير. صباح الخير. سعد الصباح. يلا يلا فيكي تبلشي بيان. ايش هالمزهريه هي؟ والله فنان بيكاسو ما رسمها. يلا شو هالشعلات الحلوين. لا تقصي لسه انا عم برسم فيها. روحي لها يلا. رح اتركها لحتى تنشف. رح اشرب كاسه مي وجاي. هالرسمة هاي والله بقي لنا شي من عندي. شو هاد؟ مين عامل لي هيك بالرسمة؟ ما في غيرها، هي الملعونة، هي أكيد أختي مريانا. جاية لك استني. خلص. لا تبعيت التنافسية. ما سمعت شو قالت؟ نحن مساويين مشهد تبعيت نابلسية، هي كثير بتحب النابلسية. هي حبت تساوي، خلينا نساوي كمان. بتحبي النابلسية؟ أنت نابلسية. أنا بحبها كمان بس أنا بحب لك نافل خشنة. شو رأيك؟ يلا خلونا نروح فورا على النابلسية، قومي لها، بس خلونا هيك نفتل شوي على الكاميرا مشان نشوفكم أكثر. هي كاميرتك أنت إيه؟
يلا فاهم دي حطون هلا بس خلص هو البرنامج مش اللي بده يا مريانا تعال هون انا رايحه لعند جارتنا ام سامي خدي روحي صقي لي زريعات وهذا المفتاح تبعيت المطبخ لا تخلي اخوك الصغير يجي شو هاد يلا قولي انا بشي بالبعل سعدية صح يلا قولي ارجعي انا بشي بالبعل شو عم تعملي انت هون ليه جاي على المطبخ كبيتي لي كل النابلسيات هلا عماد كيف بيحكوا علي لا بقي علي تعي لهون لون بدك تروحي مني تعي عماد كيف بيحكوا علي لا عقاب لا هلا كلنا عم نحكي بالعقاب شو هالمريانة هاي شو اكلتي النابلسية طيبة يعني هي قدي بتحسي رشا شخصيتهم قوية وحلوة واليوم كمان مريانا يعني عندها كاريزما كتير حلوة انه هي تعلمت يمكن من بيان هو هاي الشيء الإيجابي انه اختها موجودة معها عم يتعلموا من بعض هذا الشيء فنحن كتير منحب نشوفهم بشيء للأطفال منحب نشوفهم مسرحيات كتير حلوة حابة تشاركي مع بيان شاركتي معها قبل شو اسم المسرحية كمان القطار اللي شاركتي فيها لا احكي احكي قولي ايه قولي ايه انت هزلت دماغك كده هلا هي شاركت كانت بعمر صغير مع الاستاذ خوشناف زازا مثلنا وقت دور شجره هي كانت شجره الزيتون يمكن هيك شيء ايه انه شلون بتطلع الشجره على غنيه ايه وهي بتقول انه انا شجره الزيتون بس ما بتوقع انه بتذكرتها طيب اليوم قبل ما نكفي معك بيان انت اعلامي ايه اعلاميه طيب شو بدك اذا اليوم هيك حبيت عم تضارب علينا يا رشا خلص تفضلي من هلا يلا خلونا نشوف هذا الكليب عن بيان وعن المواهب الموجوده عندها ونرجع هل تشبه الأصوات والإشارات الصوتية للحيتان كلام البشر؟ يتفق العلماء على أن الحيوانات تتواصل مع بعضها سنقوم برحلة إلى أعماق المحيطات وسنستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز لغة حيتان الأوركا تعيش حيتان الأوركا في عائلات صغيرة داخل هذه المجموعات تتواصل فيما بينها باستخدام لهجاتها الصوتية يريد العلماء بمساعدة الذكاء الاصطناعي البحث عن أنماط متكررة تشير إلى نظام لغوي لحيتان الأوركا وقد جمع فريقا من العلماء من جامعة ألجرين الألمانية برئاسة البروفيسور أرمان الويت والباحثة ريتشارد تشينغ بيانات الحركة والصوت من مختلف عائلات حيتان الأوركا في المحيط الهادئ بالقرب من كندا لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف من إمكانية وجود علاقة بين أنماط الاتصالات وسلوكها وسجلوا أصواتا تحت الماء بميكروفونات خاصة وراقبوا سلوك هذه الثدييات البحرية وحاولوا تحديد موقعها وتصنيف ندائها وهذا ما يعد خطوة أولى لفك رموز أصغر الوحدات ذات المعنى إن استخدام الذكاء الاصطناعي لفك رموز أنظمة اتصالات غير المعروفة لا يخلو من الصعوبات ومع ذلك يتضح الآن بالفعل أن فهمنا أنواع الحيوانات شديدة التواصل ولكن سيتغير خلال السنوات القليلة القادمة ده حلو صوتها لبيان رشا نروح نحن خلينا نروح تمام هي بتقوم بالواجب وزيادة كمان بيان لما شاركتي بهي الأنشطة ولما سمعنا هذا الصوت الحلو خبرينا مين اكتشف انه بيان عندها هي الموهبة الحلوة وشجعك انك تكوني هذا الإعلامي الصغير صاحب الصوت الحلو والتعليق الحلو يلي شفناه هلا اللي شجعني كتير هي ماما
واللي اكتشف عندي موهبه الاعلام هو بابا. حلو كثير. قد ايه لك بهي بميدان الاعلام خلينا نقول؟ لي تقريبا شي سنتين ونص. سنتين ونص كثير حلو. شو حابه تصيري لقدام؟ تضلي بالتمثيل ولا تاخذي الاعلام؟ هلا انا يعني بحب التمثيل بس بحب الاعلام اكثر. حيو. حلو. برافو. شو محضره؟ محضره موجة اخباري. يا سلام، وين جماعة السياسة اليوم؟ تعوا خلونا نشوف استوديو الاخبار فورا. يلا ورجينا بيان مع القعدة اذا سمحتي. هيك شدي كذا. ايوه اعطيهم هاي الروزة انه جايينكم باخبار كثير قوية اليوم. السلام عليكم من الاخبارية السورية، اليكم موجزا لاهم الاخبار. إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بهجوم شنته الاحتلال بريف الحسكة الشمالي. الاحتلال يواصل اقتحام البلدة القديمة والمسجد الأقصى. الخارجية الإيرانية تعلن أن المحادثات النووية المقبلة ستتم في إحدى دول الخليج وستتناول النقاط في مسألة رفع العقوبات. إصابة مسلحين من قصد جراء انفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة. استمرار عملية التسوية في ريف دير الزور والرقة وريف حلب وريف دمشق. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام. روسيا تحذر من دخول 43 كنديا إلى أراضيها، بينهم سياسيون بشكل دائم. اقتصاديا، ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع اعتزام مجموع البيع حظر استيراد الذهب الروسي. النفط يواصل ارتفاع قبل مباحثات الدول السبع. اتصالات اللاذقية تتابع إحصاءات أضرار العاصفة. برافو. ما في رياضية، ما في نشرة جوية. بيان كنتي بالزيارة للبيئة؟ محضرة النشرة كلها. ما بعد النشرة كمان. كنتي بالزيارة لمقر التلفزيون بالساحة الأمويين وقت اللي راح الإعلامي وفد من الإعلامي الصغير؟ كنتي موجودة؟ ايه بلا. شو سألتي اليوم؟ شو سألتي ضمن الهيئة؟ شفنا هذا الفيديو، سألتي شيء؟ لا. حاجي. هلا عم تخبرني اليوم مريانة انه هي بتغني وعندها اخوها اسمه ابراهيم، كمان ابراهيم بيمثل؟ هلا ابراهيم كان بيمثل كاراتيه؟ كل واحد عنده اختصاص عشان شو ما نتداخلوا مع بعض. ابراهيم بعيط عليك ابراهيم بخانقك؟ طيب يلا شو بدنا نغني هلا؟ دقة قلبي. غنية كنت عم تغني لنا اياها قبل شوي. دقة بابي. ليكي كاميرتك وينها؟ يلا قولي. دقة بابي أحد مساء يوجد أحد في الأنحاء، ربما هذا قود هواء يأتي من شباك المساء. تك تك تك. وين طلع الباب خشي؟ لا متطلع ببيان. ما بعرف ايش عم تاخذ الكيو من بيان هي. ليش ليش مين طلع الباب آخر شيء؟ شو محضرين مشهد تاني؟ في شيء تاني؟ هلا كنا عاملين مع مقابلة إنه شو محضرة للعيد. طيب يلا هي ضيفتك اليوم؟ ايه. يلا نقعد هيك جنب بيان مشان نعمل هيك لقاء. ومكملين فقرتنا مع أمورة صغيرة. شو اسمك؟ مريانة. مريانة شو؟ بالهوا. قديش عمرك؟ 5 سنين. يا عم تخانقي؟ يا عم تخانقي؟ مع بيان بتحكي معنا ما بترد علينا. عم تحكي بعيونها انتبهي لهيك في نصرة عم تعطيها اياها. كثير حلوين مع بعض. خلينا بس يكملوا. طيب اشتريتي شيء للعيد؟ شو اشتريتي؟ اشتريت كنزة وبنطلون وبيجامة. طيب ما اشتريتي فستان؟ بلا بس لبكره لجيبه. طيب ماشي. انت ومين بدك تروحي على العيد؟ لوين بدك تروحي تعيدي؟ انا وامي وابي. وين بدك تروحي تعيدي؟ لوين؟ شوفي بالعيد مراجيح. بدك تروحي على المراجيح كمان؟ على البحر. على البحر. طيب عندك شو اميه هيك بالعيد؟ شو هي؟ روح على المتاحف. ايه ان شاء الله تكون سوريا كل خير. طيب هلا قبل هيك ما نختم معكم قلتي لنا فرح هذاك المره بس قلتي او ماي جاد قلتي لا فرح الى نصيب اليوم. يلا لنشوف رشو مو معقوله ليكي. ها اعطيها واحد ثاني على الهواء. قولي شو جمله حتى قلبك. قولي لها جمله بس انتبهي لشو جبتوني اياها. اسكت علي اني انا كنت جوعانه هذيك الحلقه.
ولسه جوعانه. يلا قولي. من المقابله انا ما حرجع اقول ولا جمله. كيف لقيتي فرح هيك هي عم تحاكيكي؟ يعني خدي اي شيء علق بذاكرتك منها. عم تفكر عم تدرس الشخصيه. اي شيء اي شيء يلا ليلى فرح. طيب سهلي عليها المهمه شوي. من المقابله. بيان انت صبيه بتجنني. بدنا نقول لك كثير شكرا انك كنتي معنا لليوم، انت ومريانا القمر، وانتم مع بعض كمان كثير حلوين. بدي اقول لكم شكرا انكم كنتوا معنا اليوم، بدي اتمنى لكم كل التوفيق، وبدي اتمنى لكم هذا العيد يكون كله خير وسعاده، ومثل ما قالت مريانا تروحوا على البحر، تروحوا على المرجيح، خذونا معكم. خذونا معكم. خذونا. شكرا لكم، شكرا لكم. اللي بيصروا ياخذنا ياخذنا. شكرا اليوم لكم انتم. هدوك قطتين بتعرفين تشبه القطه هيك شوي قد ما انك ناعمه. بكره بالعيد روحوا على المراجيح وقضوا احلى ايام. وبيان كمان هيك لا تفوتوا ولا لحظه من طفولتكم، بكره حترجعوا تتذكروا هالايام تقولوا اسال الله يعني. وهالشخصيه الحلوه لبيان كمان حيكون لها مستقبل كثير حلو ان شاء الله. اكيد. شكرا كثير. نقول باي للكاميرا. قولوا لنا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. لانه العيد قرب.